أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذكر بعض أهل العلم حلا شرعيا لمشكلة بيع التأجير المنتهي بالتمليك الذي أفتى بعدم جوازه هيئة كبار العلماء بالأغلبية. ما نبي الحل هذا، ما نبي حل، نبيه العقد هذا يترك، يترك ولا نبي لهم حلول، هذا احتيالات وهذه، فنريد أن العقد هذا يبطل ولا يعاد التعامل به، يتعاملون إما بالإجارة فقط أو بالبيع فقط ولا يجمعون بين العقدين ولا يحتالون علينا يقولون حنا سوينا كذا وسوينا كذا، ويبقى عقد البيع الآجار المنتهي بالتمليك لأننا عدلناه، هذا ما يصلح، هذه محاولات. نعم.